قليل من كثير. بالفعل هذه الجملة هي جملة مهمة جدا، لأنه زي ما كانت جانا بتقول قبل بداية التقرير وهي 45 ميدالية، وهي أعتقد أن رقم كان من الممكن أن هو يدخل في موسوعة جينيس. احنا بالفعل حاولنا ان احنا نقدم في الموضوع ده، بس يعني اترد علينا ان الفئه دي من التقديم ما بقتش موجوده يعني. اوكي، ولكن 45 ميداليه بشكل متنوع في كل حاجه، سوري يعني عالم وافريقيا واولمبياد، اولمبياد طبعا لازم ادخلها وهي الميداليه الاهم، في وقت اعتقد ان هو مش طويل قوي برضو يا جيان. انا بقالي 21 سنه بلعب كاراتيه. ده على مستوى ال 21 سنه. على مستوى ال 21 سنه. أوكي. بس يعني ممكن نقول ان البدايه في الحاجات دي من 2009، من اول دخولي منتخب مصر الناشئين. هل في احتراف؟ يعني ما اعرفش اوصفها لك ازاي. احنا الاحتراف في كره القدم او الاحتراف في السله، انا بجيب اللاعب بتعاقد معاه بديله مبلغ من المال، ولكن هل ده بيحصل عندكم؟ بيحصل، واتعرض عليا ان انا العب باسم كذا نادي تاني، بس يظل الاهلي في القلب. مستحيل. لا الحمد مستحيل لله. الحمد مستحيل لله. يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت حاجات كتيره جدا، ولكن يظل دائما النادي الاهلي في القلب. مش عايز ادخلك في هذه الامور، لكن في النهايه اعتقد انه بعد الفتره دي ازاي تقرري ان انت تعتزلي بعد ما وصلت ان انت خدتي الاولمبياد؟ ولكن اعتقد ان انت كان عندك وقت تاني تقدري تكملي فيه. والله القرار بالنسبه لي ما كانش سهل خالص. يعني انا كنت من النوع اللي بيتنفس كاراتيه، حياتي كلها قضيتها جوه المعسكرات والتدريبات والبطولات، وعشان كنت اوصل للليفل ده في اللعبه، فانا اصلا كنت عاشقه كنت مهووسه كاراتيه. يعني انا في حاجات كنت بعملها جوه التدريب، الناس لما بتسمع انا كنت بعمل كده بيقولوا دي واحده مجنونه، يعني مش حد بيعمل الكلام ده. انا كنت بتعب جدا، كنت بشقى جدا جوه التمارين. فكان قرار اصلا الاعتزال بالنسبه لي كان صعب جدا جدا ان انا اخد حاجه زي دي. بس انا مؤمنه دايما ان الحياه مراحل، ويمكن دي نهايه مرحله الكاراتيه بالنسبه لي كلاعبه، بس بدايه مراحل تانية برضو ممكن يبقى ليها علاقه بالكاراتيه، سواء في جزء اداري او في جزء تدريبي او تحكيمي، يعني على حسب ما هشوف هحب ان انا اشتغل في انهي جزء. وعامه لسه بقى في مجال الرياضه باذن الله. لسه ما فكرتيش يعني، لسه لم يصل اليك التفكير او ما هديك تفكيرك؟ انا حابه اكتر للحته الاداريه، مايله اكتر للحته الاداريه. عامه في مجال الرياضه مش شرط بس في الكاراتيه. في الكاراتيه لكن بشكل عام يعني. بشكل عام. ممكن تتجهي لجنه اولمبيه، حاجه اولمبيه برضو؟ ممكن لجنه الاولمبيه، ممكن مجلس اداره النادي الاهلي الانتخابات الجايه. يعني اتمنى باذن الله، الاهلي طول عمره بيتي، واتمنى ان انا اخدم في النادي الاهلي. يعني من الممكن ان انت تخدمي اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي من خلال وجودك كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي ده؟ بس لسه بدري، ده لسه كده. لسه بقى الانتخابات الجايه ان شاء الله. الله يديك الصحه. لكن طيب تنصحي ايه بقى البنات في مصر؟ انه لما تيجي تتكلمي عن الكاراتيه، اوكي الكوميتيه لعبه او يعني نوع من انواع الكاراتيه قد تكون مختلفه شويه، ولكن لما تيجي تتكلمي بقى على الشكل العام للكاراتيه حاجه يعني حاجه كلها رجاله قوي. والله يعني الرجاله قوي لازم اعمل لك. لسه كنت هقول يعني مش كده غلط، بس يعني عشان كده بقول لك الناس بتشوفها في هذا الاتجاه، فمحدش كتير بيحاول يودي بنته لهذا الامر. انا دايما بصنف الكاراتيه بالنسبه لي من الالعاب القتاليه الغير عنيفه، لان احنا مش بنعتمد على الضرب او قوه الضربه. احنا عندنا رولز بتمنع ان انت تصيب اللاعب اللي قدامك، في مسافه معينه لازم تحافظ عليها في الضرب، في حاجات اخلاقيه كتير لازم تحافظ عليها جوه الملعب. فهو الموضوع بيعتمد اكتر على السرعه واتخاذ القرار وسرعه رد فعلك جوه الملعب، وانك تعرف انك تفكر بسرعه وتنفذ، وتبقى المسافه كمان مظبوطه عشان يعني النقطه تتحسب ليها كرايتيريا كبيره لازم ان انت تحققها كلها. فانا يعني بحس ان الكاراتيه مش لعبه عنيفه على قد ما هو لعبه بتعتمد على الذكاء وسرعه رد الفعل.